لكن الكثير من المواطنين يسألون كيف للقطاع الصحي أي إن منذ بداية الجائحة ولم نصل إلى الذروة بعد، رغم أنه في 300 مليون رصدت لكم دكتورة، يسألون أين ذهبت هذه الأموال الطائلة؟ لماذا صرفت 300 مليون ولا نجد أدنى الإمكانيات في المستشفيات؟ كيف تردين على هذا التساؤل؟ والله هو بالنسبة ل 300 مليون لما جيت قارن تقارن دول العالم صرفاً تريليونات ومليارات. بالنسبة أنا نحكي لك على اللجنة الطبية الاستشارية، بالنسبة للجنة نحن شكلنا بقرار من السيد القائد العام المشير خليفة بالقاسم حفتر يوم 16/3، وكان القرار واضح وصريح وفيه فقرتين. الفقرة الأولى تشكل لجنة عليا تتكون من 4 أشخاص برئاسة الفريق النظوري، وزير الداخلية، وزير الصحة، ورئيس اللجنة الاستشارية اللي هو أنا، وتشكل لجنة طبية استشارية فيها برئاستي ومعنا 12 دكتور من ذوي الاختصاص في مجالها، ولم تضمن فقرة ثالثة بأن يكون لها ذمة مالية مستقلة أو يكون لها هيكل إداري أو كذا. نحن فقط لجنة شكلنا لتوحيد صفوف ضد هذا الوباء وإدارة الأزمة من ناحية علمية ومن ناحية عملية تنفيذية على الأرض، ولم تكن لنا أي حسابات مفتوحة في أي مصارف، لم يكن يعني لا سلمنا، لا عندنا حسابات في أي مصرف، ولا عندنا أي إدارة مالية، ولا نسلم أي صكوك، ولا عندنا تخويل بتوقيع أي صك، ولا شرينا أي حاجة. الوظيفة اللي دارتها اللجنة الطبية الاستشارية إنها وضعت التصورات، وضعت الأرقام، حطينا جميع التوصيات، سواء زملائنا الأطباء كيف يتعاملوا مع الحالات المرضية، كيف يتعرفوا عليهم بروتوكولات العلاج ونغيروا فيهم مع العالم لأنه يغير، وضعنا توصياتنا للتعليم كيف يتعاملوا للمنافذ البرية والبحرية، كيف يتعاملوا مع البضائع ومع الأشخاص، كيف نعاودوا العالقين، وكان عندنا فيها شغل ممتاز. درنا جميع الأشياء اللي نكافحوا بهم نهاية بكيف ندفن موتى كورونا.